بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ولله الحمد. قرب معنا خي أيوب. اليوم الإخوة غادي نتقاسموا معكم واحد بركة قليلة ديال السلعة. الحمد لله كما كتشوفوا سنين راه ديال الأصاري كاينين. الدراري كانوا كيجيو للمحل لقاو لي غير الأرقام كبارين، كاينين دابا الأرقام كاملين، كاين من الزيرو 08 والواحد وانتينا طالع الارقام كاملين ديالهم الحمد لله موجودين، وموجود الخير منهم شحال ما بغيتو من حبه. عندنا هاد الاكسجين الاخوان اللي كانوا كيطلبوا الاكسجين د السطوله، مؤخرا كانوا جاونا السطوله عاود بلا اكسجين، ها هما جبنا لهم الاكسجينات ديالهم، حاجه مزيونه وثمن مناسب فيهم. شي قصيبه البيلوطا العاديه الاخوان اللي كيبغيو قصيبات عاديه عند 140 درهم 150 130 على حساب السيريس. وكاين شي حاجه عاود موير مواسطين، كاين شي حاجه بحال هدايا ديال ميتشيل، شي حاجه عاود موير، وكاين شي حاجه عاود مزيونه د الهوت كام، كاين هاد الكاليكونه بحال هدايا موجود الخير منهم. الدراك ديالهم 4 الكيلو شي حاجه اللهم بارك طوب. ها هما عندنا هنايا شي بيكيز ديال الاكاميد مترو 20، بزاف الناس كانوا كيطلبوهم تقاداولنا هما توفرنا البركه منهم، وكاين حتى مترو 50 فيهم استغفر الله. وعندنا شي تشارات غادي نوريكم شي التعميرات الاخوان اللي كيديو التعميرات، شي حاجه واعره بالصح والعمل. ها هما عاود موجودين، كاينه هذه ديال تيمانو سيبيا 500 المترو ديال 60، كاين ديال 45، كاين ال 40، المهم كاين الارقام كنظن كاملين. هذه ديال 35، هادو كاينه ديال 35. عندنا هنايا هادو ترقيعات، هادو دربيط شي حاجه فلورو كاربون الكاوت ديال هيكارو واعره بزاف. ها هي مونوفليم ديال الجابون شي حاجه واعره كما كتشوفوا معايا 150 المترو، فيها الثمن جد مناسب. كاينه هذه ديال 40، كاينه هذه ديال 40، وعندنا هذه فيها الارقام كاملين كنظن اللي جاوا فيها 35، وعندنا فيها كذلك فيها حتى 50 شي حاجه واعره 50، وعندنا فيها عندنا ديال 25 35 40 50، وهادو ما كنظن التعميرات بحال الاخرين حتى هما موجودين الارقام كاملين 30 35 40 45 حتى 60. انا خير موجود اللهم بارك، اللي بغى منهم شي كميه مرحبا به. هادي ديال 30 حتى هي شي حاجه واعره 500 المترو فلورو كربون مزيونه تعميره 5 5. هو هادشي اللي كاين الاخوه اليوم هو هدايا، وان شاء الله اذا كان شي جديد غادي نتقاسموا معكم. باقي داخلين ان شاء الله شي حاجه تيمانو الاخوه اللي طالبين تيمانو يعطيكم هاد اليومين، وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.